هي ملابس اللاعبين؟ وعلى أي شيء تنطوي تلك الألعاب؟ إننا نجد بعضها ألعاباً لا تجوز في الشرع قطعاً، سواء لذاتها أو لغيرها، إما لما يوجد فيها أو لما تؤدي إليه، إما لما تنطوي عليه أثناء لعبها أو من جهة المشاركات فيها. وأما الألعاب المباحة فقد قدمنا ذكرها، وواضح طريقة الشريعة فيها. فمن الأمور المحظورة شرعاً الضرب على الوجه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في القتال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، وقال: ارموا واتقوا الوجه عند رمي الزانية. فهؤلاء يأتون برياضات كالملاكمة وغيرها، يتعمدون الضرب على الوجه، وقد حصل نتيجة لذلك أنواع من الوفيات والنزيف الدماغي، حتى أنه قتل المئات من جراء هذه الضربات على الرأس والوجه مما حرمته الشريعة. وإذا نظرت إلى المصارعة، وقد جاء حديث ركانة أنه صارع النبي صلى الله عليه وسلم، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وصارع الصحابة رضوان الله عليهم. وكان من المصارعة أن يلوي رجله برجل خصمه، وكذلك أن يصرعه على الظهر، وأن يصرعه على القفا. فهذه أنواع من المصارعات التي كانت موجودة، وكذلك المسايفة. فماذا حصل بعد ذلك في هذه الرياضات؟ إنها قد جعلت مجالاً للقتل كما حصل في بعضها، وأيضاً فإنها قد جعل في بعضها أخذ لطقوس من الوثنية، مثل بعض الرياضات الشرقية: انحناء لغير الله سبحانه وتعالى، وأيضاً استرخاء وإغماض للعينين، وتركيز واستلهام وجمع للطاقة، كما هي فحوى بعض الديانات الشرقية الوثنية. وبعضها تقوم على تمجيد بوذا وتقديسه، ولا تمارس هذه الألعاب عندهم أصلاً إلا في المعابد، هذا أصلها في كوريا والصين واليابان. وقد جرد بعض المسلمين بعض هذه الألعاب من كثير من المخالفات، ولعبوا بها على أساس أنها من ألعاب القوى، والإسلام لا يحرم ألعاب القوى إذا كانت تؤدي إلى تنمية الجسد والمحافظة عليه، ولكن يجب إخلاؤها من كل طقوس الوثنية ومظاهرها.